التحية تستمر مشاهدينا الأعزاء، والانطلاقات تتجدد في أشواط صباح هذا اليوم. تابعنا المحليات وخفاقة كانت بالانطلاق المبهر في الأمتار الأخيرة، حيث أتت في قمة المراكز منذ بداية الانطلاقة وقدمت العروض الممتازة في نهاية المسار، مسجلة توقيت زمني مقداره 9:30. انطلق شوط المهجنات الأبكار الإذاع بوجود كثرة هذه الأعداد التي تواجدت في ميدان الشيخ سطار بن زايد للتراث. أهلا وسهلا بالجميع، أهلا بهذه الشعارات المنطلقة الحاضرة في السباق السابع، والجوائز النقدية بجوائز نقدية قيمة قدمت للعشر المراكز الأولى من كل شوط. خلال 10 أشواط سوف تنطلق، هذا هو ثانيها. أول أشواط المهجنات، الشوط الرئيسي للأبكار الإذاعي المهجنات، شوط لا يقل أهمية عن الشوط الماضي. التذكير بأن التوقيت 9:30 توقيت المحليات. هنا ننطلق أيضا مع مقدمة هذا الشوط، مع المركز الأول تتواجد أيضا ثمينة حمد بن سالم بن ثعلوب الدرعي، المركز الثاني ذخر عبيد بن سعيد بن سعد السموسي يأتي بهذا الانطلاق وبهذا الإبداع. ننتقل إلى المركز الثالث نهب مبارك بن سيف الشدي المنصوري، المركز الرابع ناصية أحمد بن خليفة بن زهر الخيلي يقدم هذا الاسم، بينما المركز الخامس هذه الظبي مسلم بن حمد بن حريز الحرسوسي يتقدم في المركز أيضا الخامس خلال هذا الانطلاق. ننتقل إلى السادس شواهين محمد بن عبد الله بن سعيد الصيعري يتواجد سادسا، ولكن شوف القادمة، شوف المنطلقة، هذه هي أيضا تتقدم ريمية. يا مرحبا بريمية، سلمان بن سعيد الفسل المري يصل في هذه اللحظات من أبناء أيضا دولة قطر، قادما أيضا وبالتحديد من مطاقة ليقدم ريمية خلال هذا الانطلاق، مع أيضا المركز السابع راقب يا دعوك. بينما ننتقل إلى المركز الثامن فتتحرك أيضا الناير خليفة بن صالح بن عمان المهيري ياتي في المركز الثامن. ننتقل إلى المركز التاسع، هذه الهدة سالم بن عامر بن عمهي المنصوري. المركز العاشر وصلت الظبي سعيد بن سهيل اليبهوني ياتي بانطلاقة هذا الاسم، ياتي بإبداع هذا الاسم. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة، هذه الأسماء الأولى التي تنطلق أمام حضراتكم وتتواجد في دائرة العشر المراكز الأولى. الله، الشوط الرئيسي، أول أشواط المهجنات، بعدما تابعنا المحليات وخفاقة تأتي المهجنات باندفاع سريع بانطلاق مثير. التذكير بالتوقيت 9:30 في 6 كيلومترات، سريعا يمرن الإذاعة حضرا في أرضية هذا الميدان، نوعيات فاخرة من الإذاعة عرفت السجلات السابقة منذ بداية نشاتها، سواء منذ بداية أيضا صل الحقائق واللقايا، تأتي في هذا الموسم لتنطلق بإبداعها الكبير في سن الإذاعة. مقدمة الشوط ثمينة حمد بن سالم بن ثعلوب الدرعي يأتي بوجود ثمينة تتحرك لتقود بثقل هذا الشوط أيضا على المركز الأول. المركز الثاني فهذه هي أيضا ذخر تأتي بذخيرة من مالكها عبيد بن سعيد بن زعل السبوسي،
المركز الثالث رهب مبارك مسيف الشدي المنصوري يتقدم، كذلك يصل بن عمان، يصل بن عمان مع وجود الناير خليفة بن صالح بن خليفة بن عمان المهيري متقدما في هذا الانطلاق، ومعلنا ايضا بوجود هذا الاسم تدخلت كذلك ايضا هذه ناصية احمد بن خليفة بن زاهر الخيالي. اخذ الحيطة والحذر من هذه، اخذ الحيطة والحذر من ناصية متقدمة من مركز الى مركز متقدم، وريمية ريمية ريمية سلمان بن سعيد الفسل المري يتقدم مشاهدين الاعزاء بوجود وانطلاقة ريمية اللي تحتل المركز السادس في هذه اللحظات القوية، هذه ريمية. بينما ايضا المركز السابع شواهين محمد بن عبد الله بن سعيد الصيعري ياتي بانطلاقة هذا الاسم، تدخلت كذلك ايضا الظبي مسلم بن حمد بن حريز الحرسوسي يتقدم ايضا في المركز الثامن، انفردن الثمان المراكز الاولى بدن ينفردن انفراد كلي عن بقية الابكار المشاركة في هذا الانطلاق وفي هذا الابداع. خلاص انتهن 4 كيلو، متبقي كيلو وين؟ كيلو وين يا اخواني؟ على نهاية هذا الشوط من خلال المنافسة القوية وظهوري ووجود هذه النوعيات الناير الناير وهي التي تداير عن كل الابكار الى المقدمة. الله، هذه الناير خليفة بن صالح بن خليفة بن عمان من ياتي في انطلاقة هذا الاسم بوجود هذه النوعية الحاضرة في ارضية هذا الميدان. هنا يتقدم مع انطلاقة الناير، ولكن تدخلت رهب مبارك من سيف الشد المنصوري، غيرت رهب، رهب بدأت تنهب المركز الأول، تستلم على مقدمة هذا الشوط بن ذعلوف في المركز الثاني، بن عمان في المركز الثالث، عبيد بن سعيد بن زعال السبوسي ريمية في المركز الخامس، تدخلت بشعار أيضا سلمان بن سعيد الفسل المري يصل المطوع بوجود ريمية في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع القوي. هذه التدخلات السريعة، هذه الإبداعات الكبيرة لوجود هذه النوعيات المنطلقة أمام حضراتكم خلال هذا الإبداع القوي. شوف التحدي، شوف الإثارة، شوف الانطلاق، شوف الإبداع، وكأن الشوط بادي توه، وكأن من خلال سرعتهن في الأمتار الأخيرة يزيد من سرعتهن. هنا أيضا الناير خليفة صالح بن خليفة أو خليفة بن صالح بن خليفة بن عمان المهيري، أراعني به أحد القعدان في اللقاية، ياتي اليوم في الإذاع مقدما الناير على مقدمة هذا الشوط على المركز الأول في هذا الانطلاق. ذخر ذخر تتقدم، وكذلك نهب مبارك مسيف الشد المنصوري ريمية ريمية ريمية، تصل في هذه اللحظات سلمان بن سعيد الفسل المري، تتقدم بشعار بوسحيم، تتقدم بشعار سحيم على مقدمة أيضا المراكز وبالتحديد موقعها الثاني، موقعها الثاني، ولكن الناير وريمية قادمة. ياهي معركة قوية، ياهي معركة قوية ما بين هذه الأسماء المتقدمة، ما بين هذه الانطلاقات المثيرة. الله الله الله، شوف أيضا، شوف الناير ريمية ولكن تحركت من الجانب الآخر، نهب مبارك بسيف الشد المنصوري، كذلك نجود عيسى بن محمد بن خلفان المزرعي روحي احد ابناء الميدان متقدما في هذا الانطلاق. حرك الآن وروح يا ابو الشام، حرك الآن وروح، ال 500 متر الاخيره ريميه ريميه ريميه، ويا حيك وحي الفسل. الله، ولكن من الجانب الاخر ابناء الميدان نجود 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 قادت عليهم، وصل العملاق العيناوي، وصل ايضا هنا مبارك بن مظفر، يصل راعي الظبي حاضرا في امسيه المساء يوم الامس اللي في الوثبة جائزة زايد الكبرى، حضر بحلوة في هذا الشوط، حضر بحلوة، يا حلو حلواها، يا حلو شكلها، يا حلو ركضها في الأمتار الأخيرة. مبارك بن مظفر ونجود نجود 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 وحلوة، نجود وحلوة، معركة ثنائية طاحنة، حلوة 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 يا بن مظفر حلوة. مبارك بن مظفر العامري ثانيا نجود، لا عيسى بن محمد بن خلفان المزروعي، ريمية سلمان بن سعيد الفسل المري، رابعا المبارك
مبارك وسيف الشد المنصوري، خامسا لعبيد بن عيسى بن محمد الخيلي راهية، التوقيت 9:25 ما شاء الله. كانت حلوة حلوة وهي حلوة في الأمتار الأخيرة بركضها وشكلها، حضرت مع مبارك بن مظفر بن محمد العامري، سلام العملاق العيناوي، سلام.